نشرة السودان في دقيقة، أهلا بكم. حشود جماهيرية غفيرة من كافة أرجاء السودان تشارك في حراك 30 من يونيو. قوات الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة مناطق من بينها شارع المطار وأمام التشريع في أم درمان. حشدة تهاجم في بيان لها صلاح مناع وقوى الحرية والتغيير وتفند مزاعمهم حول ضبط أسلحة تتبع لجهات بينها حشد وتصفها بالأكاذيب والمسرحية. حزب المؤتمر الوطني يقول إن اعتقال رئيسه إبراهيم غندور من قبل حكومة قحط جاء للتغطية على فشلهم الذريع. نهاية نشرة السودان في دقيقة، إلى اللقاء.